طيب هنروح دلوقتي. طبعا احنا النهارده هدير اول ايام امتحانات الثانويه العامه. خلاص طبعا نتمنى التوفيق لكل الولاد اللي بيمتحنوا طبعا في امتحانات الثانويه العامه. خلاص يعني النهارده العربي اول يوم، اقل من ساعه خلاص وتنطلق امتحانات الثانويه العامه المواد الاساسيه الساعه 9 ان شاء الله. هنروح دلوقتي مع حضراتكم لمحافظه انا عشان نتابع فيها تفاصيل اول ايام امتحانات الثانويه العامه في المحافظه، ونتعرف على تفاصيل اكتر مع مراسلنا اللي موجود هناك احمد الافيوني. صباح الخير عليك يا احمد. صباح الخير محمد، صباح الخير هدير، تحياتي لكم بالفعل من محافظة قنا وتحديدا من أمام مدرسة قنا الثانوية للبنات بوسط مدينة قنا، حيث أقل من نصف ساعة تقريبا تفصلنا عن انطلاق ماراثون الثانوية العامة هنا في محافظة قنا. ربما اليوم هو امتحان اللغة العربية وهو أول أيام امتحانات المواد الأساسية، ربما كان خلال اليومين السابقين في يوم 20 وال21 من الشهر الجاري أدى الطلاب هنا في محافظة قنا امتحان المواد الغير مضافة للمجموع. محافظة قنا بها محمد 16504 طالب وطالبة يؤدون الامتحان أمام 48 لجنة امتحانية موزعين على 9 إدارات تعليمية هنا في محافظة قنا، وسط أجواء وإجراءات يعني وتدابير عديدة من قبل الأجهزة التنفيذية هنا على رأسها مديرية قنا للتربية والتعليم لاستقبال هذه الامتحانات. لكن للمزيد من التفاصيل دعوني أستقبل معكم وعبر الهواء مباشرة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم هنا في محافظة قنا. دكتور صبري في البداية برحب بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير. يا أهلا فندم، كل سنة وانتم طيبين. دكتور صبري، ربما يعني وبالتأكيد أن هناك استعدادات وتدابير عديدة من قبل الأجهزة التنفيذية هنا على رأسها مديرية قنا للتربية والتعليم لاستقبال الامتحانات الثانوية العامة، حدثني عن أهم الاستعدادات والتدابير التي استعديتم بها هنا في محافظة قنا. هو طبعا زي ما ذكرت حضرتك 48 لجنة تم الاستعداد لها قبل أن تبدأ الامتحانات بأكثر من شهر، متمثلة في آلات ديسكات مناسبة للطلاب، أيضا تجهيز القاعات الخاصة أو مقر الامتحانات بالتأكد من المراوح لارتفاع درجة الحرارة، أيضا توفير مياه مثلجة، توفير إجراءات احترازية داخل اللجان، التأكيد على تعقيم وتطهير المدرسة بشكل دوري، أيضا تجهيز الاستراحات بالنسبة لزملائنا المقيمين في داخل هذه الاستراحات، التأكيد على أمن وسلامة الطلاب داخل اللجان، التأكيد على أمن وسلامة الملاحظين أيضا داخل اللجان، عمل بروتوكولات مع الأمن، وكما ترى أستاذ أحمد الأمن يؤمن جميع اللجان ويؤمن كنترول ومراكز التوزيع ويؤمن السيارات أصلا، وتحديد خطوط السير خاصة بالامتحانات لجميع اللجان في كل صباح، أيضا التأكيد على تأمين هذه الخطوط وعودة أوراق الإجابة إلى المركز التوزيع مرة أخرى ثم الكنترول. هذه الإجراءات تمت قبل بداية الامتحانات بحوالي شهر تقريبا، وما زلنا نؤكد عليها ونؤكد على الإجراءات الاحترازية ونؤكد على ضرورة محافظة على أمن وسلام الطلاب والهدوء داخل اللجنة وطمأنينة الطلاب. وكما ترى اليوم الطلاب يتوافدون إلى اللجان، سبق الامتحانات بامتحانات غير المواد غير المضافة المجموع أدى إلى استقرار الطلاب والطمأنينة وتوافد الطلاب دون أي تزاحم. أيضا نلمح في هذا العام أيضا الطمأنينة التي بدأت على أولياء الأمور، فلا تجمع أمام اللجان، هذا يعكس ثقافة ووعي أولياء الأمور وثقتهم في التربية والتعليم أنهم يؤدون امتحانات الحمد لله رب العالمين تقيس مستويات حقيقية للطلاب. أيضا هناك بروتوكول مع الصحة لتوفير طبيب داخل كل لجنة وتوفير أيضا إسعاف قريبة من اللجان للتدخل في حالة لولا قدر الله حصلت أي حالات من هذا القبيل، أيضا بروتوكول مع التموين لتوفير الخبز للمقيمين وتوفير أيضا البوتاجاز، أيضا غرفة عمليات موجودة داخل مديرية التربية والتعليم وداخل الإدارات متواصلة مع غرفة عمليات الوزارة وغرفة عمليات المحافظة، وكما ترى هناك متابعة دورية من معالي الأستاذ الدكتور طاهر شوقي من خلال غرفة العمليات وأيضا معالي اللواء أشرف داوود محافظ قنا، وظهر ذلك في الزيارات السابقة للجان، ونلمح التزام زملائنا الملاحظين داخل اللجان وأيضا رؤساء اللجان.
دكتور صبري، يمكن حضرتك تحدثت عن دور غرف العمليات، وبالفعل كان هناك منذ يعني اليوم 21 ولا 22 من الشهر الجاري امتحانات المواد الغير مضافه للمجموع. دور غرف العمليات، وهل تلقت غرف العمليات اي شكاوى او اي بلاغات من قبل الطلاب او اولياء الامور فيما يتعلق بالعمليه الامتحانيه، وكيف يتم اداره غرف العمليات هنا في محافظه قنا؟ غرفه العمليات الرئيسيه الموجوده في مديريه التربيه والتعليم يراسها مدير المديريه ومعه أعضاء، وأيضا معنا أحد ضباط الشرطة للتواصل مع مديرية الأمن بشكل دوري. نحن في التواصل مع وزارة التربية والتعليم من خلال فيديو كونفرنس خلال فترة الامتحان كاملة، وحتى بعد الامتحان للتأكد من إنهاء أبنائنا الطلاب الامتحانات على أكمل وجه. خلال اليومين السابقين لم تحدث أو لم تصل غرفة عمليات أي مشكلة. هذا يعكس ثقافة ووعي الزملاء سواء كان رئيس لجنة أو مراقب أو ملاحظين داخل لجنة. وكما ذكرت حضرتك أيضا أن أولياء الأمور هذا العام أكثر وعيا وأكثر نضجا وأكثر تفهما لدور التربية والتعليم. حضرتك يمكن ذكرت عن استعدادات وتدابير عديدة هنا في محافظة قنا خلال حديثك دكتور صبري، لكن ربما محافظة قنا هي واحدة من محافظات جنوب صعيد مصر التي تشتهر بارتفاع درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف وفي هذا الشهر تحديدا. يعني حدثني عن استعداداتكم للطلاب هنا من توفير المياه المثلجة والمراوح داخل اللجان الامتحانية. وطبعا نظرا لارتفاع درجات الحرارة، أولا أكدنا على عدم تعريض أبنائنا للشمس بشكل مباشر، وتأكيد على وجودهم في أماكن ظليلة، التأكيد أيضا على توافر المياه المثلجة في كل الأدوار، وتوفير كلام مع توفير الثلج أيضا لهذه الكلام اللي تعمل طوال فترة الامتحان. داخل اللجنة أيضا أكدنا على سلامة المراوح وأمنها، والتأكيد على التهوية الجيدة لهذه اللجان، كل هذا من أجل تجنب أي أضرار تحدث نتيجة لارتفاع درجات الحرارة. وكما تعلم أن وجود الإسعاف ووجود الصحة يكمل هذه الإجراءات أيضا. شكرا جزيلا دكتور صبري على كل هذه التفاصيل. إذن هدير، إذن محمد، كان هذا هو لقاؤنا مع الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم هنا في محافظة قنا حول الاستعدادات والتدابير التي استعدت بها مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة الذي ينطلق اليوم. ربما يعني دقائق قليلة تفصلنا عن بدء امتحان اليوم الأول مادة اللغة العربية هنا في كافة لجان الامتحانية في محافظة قنا. وعودة إليكم بس أنت ومحمد مرة أخرى لل أحمد الأفيوني. من هنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا.